السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة فومدان، أهلا بحضرتكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي تصمم لوحة طاقة شمسية لاستخراج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية بأشياء موجودة في كل منزل. سهلة جدا، إزاي تصمم خريطة طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس. زي ما حضرتكم شايفين، تعتبر دي خريطة طاقة شمسية 6 فولت ولكن 250 ملي أمبير. طبعا طرفين الخروج اللي خاصين بها بيكون واضح فيهم، الطرف الموجب من الطرف السالب. هنوصل طبعا المخرجة معانا حاليا 5 فولت و3 من 10، زي ما حضرتكم شايفين 5 فولت و3 من 10. عند ما نغطي الأجزاء الفولت بيقل، طبعا الأمبير الخاص خريطة الطاقة الشمسية بيزداد عند التعرض لأشعة الشمس، غير حاليا يعتبر معرضة لأشعة الاستوديو اللي مصور فيه، فالأشعة بتكون ضعيفة، الأمبير الخاص بها ضعيف شوية. زي ما حضراتكم شايفين نفتح الفولت بيعلى. فاحنا عايزين نصمم فكرة بسيطة وتكون موجودة وسهلة في كل منزل. طبعا في أغلب الأجهزة الإلكترونية في ساعة أو في شاشة تعرض فيها الارقام، مثلا دي عدسة خاصة بريسيفر ميني، في طبعا كل الريسيفرات بتبقى موجودة فيها نفس الساعة، تعتبر دي الشكل السباعي، يعني فيها 7 اقطاب، كل قطب فيهم عبارة عن ليد صغير فيهم الطرف السالب و7 اطراف اخرى، بحيث تقدر تحصل عند ملامسة كل طرف على اضاءة، ممكن تقدر تغير الاحرف او الارقام. دي بتشتغل بعبارة عن 3 فولت. طبعا دي اهم حاجة فيها ان عمرها طويل جدا، بتسحب امبير ضعيف جدا جدا، فمش بتأثر على سلامة الاجهزة. فاحنا النهاردة محتاجين نستخرج القطعة اللي هي برضو بتبقى موجودة في اي جهاز الكتروني به شاشة. اول حاجة عشان نعرف الطرف السالب هنتبع المسار، طرف الجراوند يعتبر معانا وصل للطرف الثالث زي ما حضرتكم شايفين، يبقى ده الطرف السالب. زي ما قلنا لحضراتكم ده عبارة عن ليدات اسمها إشارة سبعية، زي ما قلنا لحضراتكم ان الطرف الجراوند هو الطرف الثالث. هنوصل الطرف الثالث بكابل وهنوصله بطرف الأفوميتر. هنوصل على 200 ملي فولت، يعتبر 3 ملي فولت. هنقرب من أي مصدر إضاءة، وصل معانا إلى 100 ملي فولت، طرف واحد. احنا دلوقتي محتاجين نوصل جميع الأطراف مع بعضها ما عدا الطرف السالب. زي ما حضراتكم شايفين عملنا كوبري لجميع الاطراف الموجبة، والطرفين دول مع بعض، والطرفين دول الثلاث اطراف دول يعتبروا الاربعة دول مع بعض، يبقى كده معانا 2 6 و7، يبقى معانا 13 طرف. نأكد على التوصيل، ومعانا الطرف الواحد هو الطرف السالب. هنوصل الطرف السالب بكابل كروكودايل وهنوصله بجهاز الافوميتر. هنوصل الاطراف مع بعض، ادى معانا 190 ملي فولت. هنقرب من مصدر اضاءة، يعتبر 200 ملي فولت. هنوصل نعمل كوبري الاطراف دي لبعضها بحيث نقدر نحصل على اعلى قيمة من الفولت باستخدام دايرة واحدة.
بعد ما انتهينا من التوصيل هنجيب كابل الكروكودايل بحيث نوصل الأطراف اللي احنا وصلناها مع بعض باللون الأحمر ونوصلهم بجهاز الأفوميتر، واللون الأبيض يعتبر هو الطرف السالب. زي ما انتم شايفين كده احنا حصلنا على نص فولت 470 ملي فولت. هنوصل لمبة السيريا بحيث نقدر نشوف الفولت هيوصل معنا كام فولت لما نقرب الشاشة اللي احنا صممناها. زي ما حضرتكم شايفين كده قدرنا نحصل على 1.3 فولت باستخدام شاشة صغيرة جدا، شاشة عدسة الدش. كده احنا حصلنا على 1.3 فولت، تعتبر 1.4 باستخدام شاشة صغيرة جدا. يعني انت تقدر تستخدم اربع شاشات زي دول بالظبط، هتوصلهم عن طريق التوازي لكي تحصل على 5 فولت، تقدر تشحن بيهم الموبايل، ولكن هيكون الامبير ضعيف، ولكن تقدر تستخدمه في حالة انقطاع التيار الكهربائي. زي ما حضراتكم شايفين تقدر تستخدمه في عدة انشطة للاطفال، ممكن تستخدم او ممكن تصمم سيارة صغيرة جدا تعمل بموتور صغير يسحب امبير مثلا لا يتجاوز 80 او 100 ملي امبير، بحيث تستخدمها كسيارة تعمل في الطاقة الشمسية. زي ما حضراتكم شايفين طبعا لو وصلناهم عن طريق التوالي هنقدر نحصل على 5 فولت. لو احنا صممنا 4 عدسات زي دول او 4 شاشات زي دول نقدر نحصل على 5 فولت عن طريق التوالي، اما لو وصلناهم عن طريق التوازي هنحصل على 1.5 فولت، ولكن هيكون الامبير اعلى شوية. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا لمتابعين قناة قانون مبدعا، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm gonna go get some more.